طيب خلينا نطمن ونطمن مشاهدينا في كل مكان على الوضع حاليا في أسوان عامل ازاي. هروح على أسوان حيث يتواجد زميلنا العزيز محمد توفيق، وطبعا نتعرف بقى منه على كواليس ما قبل مواجهة الأهلي وأسوان. محمد صباح الفل عليك، وأخبارك ايه؟ كله تمام؟ صباح الخير كريم، تحياتي ليك ولضيفك الكريم وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من زهره الجنوب محافظه اسوان، تحياتي ليك ولكل مشاهدينا الكرام. طيب احنا عايزين نعرف بقى منك كل كبيره وصغيره بتحصل عندك والحاله المعنويه والكلام اللي بيدور ما بين اللعيبه وبعض، والكلام اللي داير ما بين كولر واللعيبه، الحاله المعنويه والمزاجيه، الجو عندك عامل ازاي؟ يعني قول لنا كل التفاصيل، انا مش هقاطعك، الليله ليلتك يا استاذ، اتفضل. يعني فور عودة الفريق من السودان تم طبعا إغلاق الصفحة أو صفحة بطولة أفريقيا مؤقتا، والعودة طبعا لبطولة الدوري للحفاظ على المقدمة وصدارة الدوري الممتاز اللي بتصدرها بالطبع النادي الأهلي. يمكن على طول الفريق دخل في أجواء البطولة المحلية، يمكن على طول في تدريب بالأمس كان عصرا هنا على ملعب استاد أسوان اللي هيكون هيشهد إن شاء الله مباراة الأهلي وأسوان غدا في إطار مباراة الأسبوع ال 19. كان التمرين قوي جدا، يمكن كان بس بعض التمرينات الاستشفائية للمجموعة للعبة مباراة الهلال بشكل أساسي، أما باقيات اللاعبين فيعني خاضوا مران قوي جدا بشكل كامل. كان النهارده كمان الفريق بيواصل تدريباته، والتدريب يمكن بدأ فيه تمام الـ11 صباحا، طبعا إن مباراة أسوان يعني هيتم إقامتها في الثالثة والربع، فيمكن الجهاز الفني فضل إن التدريبات تكون في نفس الأجواء أو في نفس درجة الحرارة، خاصة يمكن درجة الحرارة أكبر كتير جدا من القاهرة، بنتكلم في درجة حرارة تقريبا 27 درجة مئوية في تقريبا نفس يعني موعد المباراة غدا بإذن الله. ولكن بقى على سبيل انت بتتكلم كمان على المعنويات والكلام اللعيبه مع بعض، يمكن زي ما قلت لك تم اغلاق الصفحه الافريقيه او دوري ابطال افريقيا بشكل مؤقت لحين يعني انتهاء مباراه اسوان باذن الله. يمكن تركيز بشكل كبير جدا سواء من اللاعبين او الجهاز الفني على مباراه اسوان، مباراه لا تقل اهميه طبعا عن اي مباراه اخرى، مباراه من ضمن 34 مباراه في اطار يعني عوده الدوري الممتاز ودرع الدوري الممتاز لمكانه الطبيعي في الجزيره. كل الاجواء هنا اكثر من رائعه، كمان يعني بنشيد بترحاب وكرم ضيافه طبعا اهل اسوان المعروف عنهم، يمكن يعني ترحاب شديد جدا ببعثه النادي الاهلي هنا في اسوان، كمان يعني اجواء اكثر من رائعه ان شاء الله تكلل وتستكمل غدا باذن الله بالفوز في المباراه باذن الله التي ستنطلق باذن الله في تمام الثالثه الا الربع. يعني لا يتبقى بس غير توفيق ربنا يكون مع اللاعبين ودعوات كل جماهير النادي الاهلي، ان شاء الله بكره نشوف مباراه كبيره وعوده النادي الاهلي للبطوله المحليه بانتصار ان شاء الله يخليه يكمل، وتبقى خطوه من خطوات كتير جدا نحو اللقب المفضل لجماهير النادي الاهلي ولقب الدوري العام. كلمه الكريم اتفضل. تمام، كان بيدردش معايا من شويه استاذ اسلام محمد الناقد الرياضي اللي منورنا في حلقتنا النهارده، وكان بيتكلم انه في احتمال كبير ان يبقى في عمليه اراحه لبعض اللعيبه من عينه علي معلول وكذا حد تاني، فهل سمعت حاجه في هذا الاطار اليومين اللي فاتوا دول؟ بالطبع كريم زي ما تعودنا يمكن بنبقى موجودين في التدريبات وبنشاهدها، ولكن طبعا ما ينفعش نتكلم عن تفاصيل التدريبات الخاصه بالجهاز الفني النادي الاهلي، ولكن ده حق اصيل طبعا للجهاز الفني اللي هيشوفه افضل للفريق سواء باراحه اللاعبين او اللعب بتشكيلته الاساسيه، ده طبعا حق اصيل للجهاز الفني. ولكن تاكد ان كل اللاعبين الموجودين في قائمه النادي الاهلي مركزين بشكل تام، اي لعيب هيكون موجود في الملعب هيأدي اللي عليه، هيأدي بشكل اكثر من رائع، وباذن الله هيكون عنده حسن ظن جماهير النادي الاهلي بيه. ويعني اللي اقدر اوعدك بيه ان شاء الله بكره هتشوف فريق النادي الاهلي في احسن حاله سواء بدنيه او فنيه او معنويه، وباذن الله زي ما قلت لك يكلل مجهود كل الموجودين هنا بالفوز باذن الله واضافه 3 نقاط جديده يحافظ بهم النادي الاهلي على صدارته للدوري، وتكون ان شاء الله خطوه من خطوات عديده لحصد البطوله باذن الله. باذن الله، واحنا الحقيقه ما نفسناش في اكتر من كده طبعا. المهم يا توفيق تعمل حسابك وانت راجع، اعمل حسابي معاك في شويه كركديه وشويه فول سوداني اسواني، اعمل حسابك في الدوم. يا ريت معايا في الدوم. يا ريت يا توفيق. نشكرك يا توفيق، شكرا جزيلا، نورتنا كالعاده، شكرا جزيلا.